اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده اكله امي البصاره، وانا لو عملت المستحيل وعملت كل الخبره الطهويه مش هنوصل لطعم البصاره من ايد امهاتنا. ده الطبيعي وده لازم ان احنا ما ننكروش. البصاره من الاكلات اللي هي نقدر نقولها سافر البلد عشان اكلها من ايد امي. نروح بقى نتجوز، نروح الصين، نروح اليابان، هي البصاره من الاكلات اللي كل ام مصريه شاطره في عملها. النهارده البصاره الشيف المغازي من الطبيعي ان هو دايما بيحب يجود في الاكله ويبهرك فيها، فانا هضيف لها البسطرمه بعد اذن حضراتكم. يعني البسطرمه من الحاجات المحرمشه الحلوه، ولكن بالخبره الطهويه امتى نحط البسطرمه على البصاره؟ بعد ما تاخد الخضره بتاعتها والتركيه المصريه اللطيفه الجميله. معانا النهارده الاطفال هيعترضوا على الاكل، يقول لك بصاره مين يا عم، فول مين، انا مش عايز الكلام ده. واحنا عندنا اطفال دايما بيعترضوا على السفره، فهنعمل لهم الحاجات اللي بيحبوها. هنعمل كانينولي النهارده باللحمه المفرومه، هنشوف حشوه الكانينولي بالعجينه بتاعته تعملها في البيت بطاسات كتيره، وعندنا لحمه مفرومه، عندنا جبنه موزاريلا، جبنه شيدر حسب الرغبه. ولكن النهارده كمان هنعمل حاجه لطيفه جميله جدا، طبق مكبلات على السفره، البتنجان بالطشه. البصارة من الأكلات لها توابعها، طبق مخلل حلو، طبق طماطم متبلة، ولكن البتنجان مع الشيف المغازي سمع حس الأسود الجميل الحلو ده أبو قلب أبيض هنعمله النهاردة بالخلطة أو بالطشة، أكيد هيعجب حضراتكم. أنا مش عايز أخش في تفاصيل لأن البصارة من الأكلات اللي عايزة تركيز شوية عشان نقدر نوصل لطعم أمهاتنا وطعم البركة. عدل الأكل اللي أنا عامله النهاردة طبق بتنجان مخلل، ايه الحلاوه دي؟ لا انا مبدعين، لما اقول فرسان التلفزيون المصري من الاساتذه المصورين دي حاجه بالتاكيد يعني موثقه. البتنجان معانا؟ انا هشتغل وهو معانا زي الفل. زي الفل. هنعمل مع بعض النهارده البتنجان على طريقه الشيف المغازي. انا بصراحه مش هشيل السواد بتاعه، عايزه. السواد هو عنوان الجمال والبياض. الله، وزي ما هو كده يا عم الشيف. التقطيعه دي، وعندي زيت غزير بيسخن، نعمل زي الناس حبايبنا بتوع الطعميه دايما قبل ما يقلي الطعميه. انا قلت لحضراتكم قبل كده السر بين اليه الطعميه بره وفي البيت، الراجل الطيب ده بيقلي له شويه بطاطس، شويه شيبسي، شويه بتنجان، شويه فلفل قبل الطعميه، بيحضر الزيت. والمقادير على الشاشه، بتنجان معانا على الشاشه، معانا فلفله حلوه، معانا كمان يا عم الشيف نخلي ده هنا شويه عصير ليمون، زيت زيتون، كل دي مقادير على الشاشه. هنعمل الخلطه دلوقتي واحنا مع بعض ان شاء الله على البتنجان ما يتحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد بتنجانيه كمان، مش كل يوم نعمل بابا غنوج، مش كل يوم نعمل متبل بتنجان. النهارده البتنجان بالطشه، قطعها حتت كبيره كده عشان تبقى ملحمه بعد ما تتحمر في قلب الزيت، حاجه سريعه كده زي الفل، مش كل يوم تروح تجيب طرش من عند الراجل بتاع الطرش. خلي دايما طبق المخلل من صنع ايدك في البيت، طبق الطرش من صنع ايدك في البيت. شويه خيار مخللين حطيتهم في قلب المطبخ، بعد 3 4 ايام تكشف البرطمان وبالف هنا وشفا. الحاجات دي مطلوبه منك يا ست الكل. تقعد النعناع ده انا عايزه. تعالوا مع بعض في الوقت اللي بقينا كده نعمل الطشه بتاعه البتنجان اللطيفه الحلوه. معايا بولة ازاز، ونقف كده ناخد النعناع بتاعنا ده كده. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد النعناع الاخضر ده كده عشان النهارده في توم كتير، في البصاره في توم، في البتنجان في توم. ناخد النعناع ده نفرمه كده فرمه. خلي بالك انت بتفرم النعناع والبقدونس، انت مش بتفرم ملوخيه، هي الفرمه من اول مره كده عشان نحافظ على السوائل اللي موجوده في ورقات النعناع الاخضر. الله عليك يا عم الشيف، زي ما هي كده. حلو الكلام. سنه شبت صغيره، فص توم محترم باقي معانا، استخدمنا توم كتير في البصاره، معلقه فلفله حلوه. خلي بالك الطشه دي تنزل على البتنجان وهو طالع من النار، شوية بقدونس حلوين، اوعى تحط كزبرة خضراء. نشيل كل ده من هنا. مهم جدا.
البتنجان يطلع من النار سخن، تنزل عليه الطشه دي. بهارات بتاعتنا وانت واقفه بتتسلى في المطبخ كده. نعم نعم يا حبيبي نعم. الكانينولي حاضر عينيا، شويه فلفل اسود، شويه ملح. لينا مشاكل مع البتنجان والكولون، الناس اللي بتعاني من الكولون دايما استخدامك للكمون وخاصة على البارد، عشان دايما في محلات الفول الناس المحترفة والناس اللي بتعرف تشتغل صح تلاقيها حاطط لك شوية كمون حلوين وشوية فلفلة حلوة والملح جنب طبق الفول على السفرة. ايه الحلاوة دي؟ لسه شوية. حلو الكلام؟ نشيل كل حاجة من هنا وخلصنا شغلنا عشان في عجالة كده نشوف احنا عملنا ايه النهاردة. زي الفل. هاخد البتنجان دلوقتي اطلعه من قلب الزيت وبشوكة اهرسه واحنا واقفين مع بعض كده. اهم حاجة يا اخت النظافة، ما تبقيش شغالة وتعبانة طول النهار في المطبخ ومطبخك مش رايق، هتقعدي تاكلي مع الاولاد وانت قلقانة وجوزك يقولك في ايه، ما انت لسه بعد ما تقومي من على الاكل عندك مشوار تاني. ودي اصعب لحظة يا اخوانا بصراحة بشوفها الام يعني تعاني منها، ان هو مطبخك يبقى مكركب وانت قاعد على السفرة. بالعكس انا ما احطش السفره غير لما المطبخ يكون رايق، ايه المشكله؟ هتكون قاعده ورايقه، اللي يقولك تسلمي ايدك تبقى قاعده كده مبتهله ومبسوطه، مش تسلمي ايدك ده لسه ورايا، طب ما يقوم يساعدني في المطبخ، وتبقى انت بقى قاعده الناس حاسه ان هم كلهم مبسوطين وانت مش مبسوطه. بالعكس تخلي دايما ايدك في المطبخ وانت شغاله. هنجيب طبق التقديم دلوقتي اللي هنقدم فيه البتنجان. حلو الكلام. اللهم صل على النبي واحنا واقفين مع بعض كده. البتنجان يتحمر ياخد لون بس كده في زيت غزير. نعم يا غالي. لا دي مش مع المحترفين بقى زينا، خلي بالك بيقول لي ما شفتكش المدام عندي. لازم اقول اللي بيحصل، لما بتقطع البتنجان تعمل مسقعه بتحطه في مصفى وتحط عليه ملح، وبعد كده الميه بتاعت البتنجان تنزل تحت وناخد البتنجان زي السفنجه ما فيهوش اي سائل. ما انت خدت الحديد والكالسيوم والمعادن، لان البتنجان مستودع من المعادن، مستودع من القيمة الغذائية، نزل في قلب المصفى، يبقى أنا هستخدم بتنجان إيه؟ التفل بتاع البتنجان أنا ضد كده، بتنجان نقطعه ونقليه في قلب الزيت بالشكل ده كده، الزيت لما يكون غزير وبالشكل ده كده وشديد الحرارة البتنجان مش هيشرب زيت، وعلى عينك يا تاجر دلوقتي هنشوف الكلام ده، ده مهم جدا على فكرة، إنما إن أنا أصفي مية البتنجان وبعدين أحطه وأقليه أنا ضد الفكرة دي، خلي بالك. أو بالسبب مثلا أنت مش عايزة زيت ممكن تحط عليه شوية دقيق صغيرين في الحالة دي يا عم الشيف. هنهرب من موضوع ان البتنجان ما يشربش زيت. حلو، مش عايز احمره جامد. بص على البتنجان في قلب الزيت بيتكلم مصري. وانا سايب السواد ومتعمد سايب السواد عشان السواد بيكمل الجمال. شيب بيقول شعر النهارده، ايه الحلاوه دي؟ كفايه عليه كده، سيبه هسه صفي الزيت وهو سخن وهو سخن. اللهم صل على النبي زي ما هو كده. هننزل ايه يا عم الشيف؟ يلا بص على الحلاوه، بص على الجمال. شوكه كبيره والخلطه اللطيفه اللي معايا دي كده. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. ننزل بقى هنا كده. الله، حاجه كده بثلاثه تعريفه زي ما بيقولوا يعني. بيخدني التعبير لما اقول ثلاثه تعريفه مش بيعجب حضراتكم، ثلاثة تعريفة تعبير مجازي زي ما اتعلمنا في اللغة العربية عن إن الحاجة دي مش مكلفة كتير في متناول الجميع. عصرة ليمون تحرمهاش، ونقلب كل ده مع بعضه يا عم الشيف. اللهم صل على إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ إيه ده؟ شفت السكينة نازلة إزاي؟ فرحانة أو الشوكة قصدي، معلش. لا مش هحط طحينه، انا عايز استطعم البتنجان من غير طحينه المره دي. طبق مكبلات على السفره، في التوم وفي الفلفل الحار وفي الفلفله الحلوه وفي البقدونس، شويه النعناع الحلوين عشان ريحه التوم وبقنا. شفت الطبق الحلو ده؟ بيتكلم مصري، بيتكلم كل لغات المصريين سواء في الريف المصري او الصعيد المصري، بما ان البتنجان من خير ارضنا. شفت الحلاوه؟ اللهم صل على النبي. لا انا سايب السواد، السواد يعني الياف، بتنجان يا اخوانا يعني حديد. اللهم صل على النبي. شفت الطبق ازاي؟ هرسمه. معايا عود نعناع حلو.
دايما النعناع في مطبخي. احطه هنا كده. تعالوا نغرف السلطه الحلوه دي كده. بسميها سلطه طبق مقبلات فاتح شهيه كنز. للامانه هسيب كل حاجه واكل ده. ده عايز العيش البلدي بتاعنا بتاع الطابونه ومحدش يحشني. الف انا وشيف. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير. حفظته ها؟ والطعم جديد. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ده ما خدش دقائق معدوده. حب مطبخك مفاتيح السعاده الزوجيه والعائليه جوه جيبك، مش هتدوري عليها. هو المطبخ. يلا مع بعض بساره بطعم جديد فيها خبره طهويه، اكله موثقه ومدرجه ضمن موسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه اللطيفه الجميله في اي مكان في العالم. هي مصريه بالفول المدشوش بتاعها، انا عملتها وغيرت منها شويه بالبسطرمه. عملنا كانينولي باللحمه والجبنه لاطفالنا. عملنا طبق بجد بجد بيتكلم مصري لانه معمول بخفه دم مصريه. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.